ننزل السوق اخر اليوم. اخر اليوم بيكون الخضري نزل الاشوله كلها بتاعت الخضار وكده، والخضار اتنقط زي ما بنقول كده، الخضار اتنقط خلاص، خدوا الكبير كله، فبيبداوا ان هو تلاقي حبه صغيرين كده الخضري راكنهم على جنب، بتلاقي سعرهم يمكن اقل من نص سعر الكبيره، هم حاططهم في مشنه كده على جنب صغننه خالص كده. البطاطس دي بيتعمل منها عمايل ولايم من البطاطس دي. اول حاجه احنا النهارده مستخدمينها ايه في الفطار؟ ان احنا سلقينها وقسمينها اتنينات كده او ارباع على حسب حجم البطاطسايه، وسلقناها وهنحمرها وهنحط لها شويه كمون وشويه شطه وحبه كزبره ناشفه كده مع فص ثوم، وبقت في الفطار. ممكن نعملها في الغدا ما عنديش مشكله، ممكن تعمليها في العشاء بنفس الطريقه. اسلقيها وقشريها وهرسيها واعمليها بمعلقه زبده وشويه لبن كده وتوابل، بقى عندك بطاطس مهروسه. ممكن تعمليها في الغدا ان انت تهرسي الكميه دي كلها وتبداي تشيليها، تعمليها محشيه حبه لحم مفرومه، اي تحشيها مثلا حبه فراخ، ايا كان اللي موجود عندك هتشغليها برضو وهتمشي معاكي مظبوط. تاخدي البطاطس ديت تنقي منها الاكبر شويه وتبداي تقوريها وتبداي تحشيها في يوم تاني. كل ده من المشنه اللي انت هتجيبيها برخص التراب من عند الخضري. اخر اليوم بيكون الخضار كله اتنقط والمشنه دي بتبقى موجوده عنده كده، هتطلع معاكي في منتهى الجمال. ليها وصفات كتير وليها حلول كتير عندنا.